رمزية الاعتصام هو نحن هلأ نطلق كنيسة لبنان من بيروت ومن طرابلس أمام المصرف المركزي في بيروت وأمام المصرف المركزي في طرابلس، صرخة واحدة، وجع واحد، يعني شجبا لما وصلت إليه الليرة اللبنانية من انهيار وإفقار للناس بنتيجة ذلك، وكذلك الإصدار يعني طبع الليرة اللبنانية بكميات كبيرة والتضخم الحاصل وخسارة الليرة لقدرتها الشرائية، كل هذه الأمور تنعكس على الأم اللبنانية، على المرأة اللبنانية، على الأسرة اللبنانية، اللي المرأة هي عمادة والمرأة هي اللي بتنوجع أكثر شيء وقت اللي بتشوف ولادها عم يتألموا. نحن عم نقول يعني طفح الكيل، نحن عم نقول طفح الكيل، هاي القصة مش هلأ، ولكن لأنه طفح الكيل نحن جايين نبدأ بصرخة ستعم كل المناطق من أجل أن يتوقف المسؤولون اللبنانيون الفاسدون الزعماء وأولادهم المنتفعون من هذا الوضع، لأن عم يراكموا ثروات إضافية مع بنتيجة الابليكيشنز والتطبيقات وكذا، وهني فايتين باللعبة، هني مستفيدين منها، وفي إمكانية لوقفة ومش عم يوقفوها. أنا مبارحة حضرت على التلفزيون، هذه الإمكانية موجودة، القانون اللبناني عم بتقول جوجل وأبلز إنه بعتولنا بالقانون شيء بيمنع ونحن منوقف التطبيقات، وهي مش عم يعملوها، فإذا هني ضالعين بالمؤامرة وبالفساد. هي وقفة نسائية بتتبعها خطوات، ايه، وقفة نسائية، صرخة نسائية من مواطنات نساء وليست نسوية. نحن ما عم نطالب بحقوقنا كنساء، هلأ عم نحكي فيها بعدين، نحن مواطنات يعنينا الشأن العام، تعنينا السياسة مثلنا مثل الرجال تماما، هيدا اللي بدهم يعرفوه. نحن لسنا نسويات وحسب، نحن منطالب بحقوقنا تيصير في مساواة بين المواطنين، نحن ضد أي تمييز بين الرجال والنساء إن كان لصالح المرأة أو لصالح الرجل. الأسود حدانا على الانهيار الذي وصلت إليه الليرة اللبنانية، اللي منعتبر إنه قبل ما توصل للموت نحن بدنا نحاول ننقذها. الليرة ما ماتت، ولكن الليرة نحن قبل ما توصل للدرك الأسفل نحن بدنا ننقذها، ولا يتم إنقاذها عبر الأمور اللي قلت لك عنها وتعزيز القطاعات المنتجة والدور الاقتصادية ترجع تلعب دورها.